من على أرض استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، نادي القرن حقق اللقب الأفريقي للمرة 11 بتاريخه. فبعد المباراة الملحمية بينه وبين نادي الوداد المغربي، اشتعل الاستاد بالاحتفال وانتقلت منه لشوارع أم الدنيا فرحاً بانتصار النادي الأهلي وتحقيق اللقب. هالفوز رح يضيف قرابة 4 مليون دولار لخزينة النادي ويأهله للعب بطولة كأس العالم للأندية 2023. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا جزانا يا جدعان الحمد لله. المباراة اللي خاض نادي القرن استفزت بعض جماهير خصمه التاريخي نادي الزمالك، وبشكل خاص أحد مشجعيه اللي قال أنه توجه من ألمانيا إلى المغرب لتشجيع الوداد ضد فريق بلاده، وهذا اللي قاله بلسانه. يعني صدق اللي قال الفنون جنون، واكيد مباراة وبطولة ملحمية مثل هي كان لها صدى كبير على السوشيال ميديا، وتفاعلات عشاق الكرة كانت كثيرة. رصدنا لكم بعضها، وحسان اللي يبدو انه من عشاق نادي الوداد غرد على تويتر ليواسي نفسه ومشجعين النادي وقال: منذ 1988 وانا مع الوداد الرياضي، لقب يجي ولقب يمشي ويبقى الشموخ لوداد الأمة. حساب باسم توتو غرد بنكتة لطيفة بس ما بتخلو من الشماتة وقال: واحد زملكاوي مراته بتصحيه علشان يروح الشغل، بتقول له قوم بقت 11، قامت خانق معاها. في إشارة طبعا منه لفوز الأهلي باللقب للمرة 11. لكن كريم هاجم الحكم بطريقة غير مباشرة وغرد وقال: مفاجأة، الأهلي المصري والحكم يتفوقون على الوداد المغربي بهدف مباغت.